شياههم. فلما بويع له بالخلافة تقول جارية لصاحبتها يتحدثان: الآن لا يحلب لنا أغنام دارنا. فسمعها أبو بكر فقال: لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب رضي الله عنه لهن وهو خليفة للمسلمين. وهذا تواضع كبير من رجل كبير في سنه وكبير في منزلته وجاهه، حيث كان خليفة للمسلمين وكان حريصا على ألا تغير الخلافة شيئا من أخلاقه أو من معاملته للناس، وإن كان ذلك سيأخذ منه وقتا هو بحاجة إليه، ويقول: أرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. وليس الذي دخل فيه بالأمر الهين، بل هو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيارة العرب وقيادة الجيوش التي ذهبت لتقتلع من الأرض الجبروت الفارسي والعظمة الرومانية وتنشئ مكانهما صرح العدل والعلم والحضارة. ثم يرجو رضي الله عنه ألا يغيره هذا كله ولا يمنعه من حلب أغنام الحي. إن من ثمار الإيمان بالله تعالى أخلاقا حميدة، منها خلق التواضع الذي تجسد في شخصية الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف وفي غيره من المواقف. وكان عندما يسقط خطام ناقته ينزل بنفسه رضي الله عنه ليأخذه، فيقال له: لو أمرتنا يا خليفة رسول الله نناولك إياه، فيقول: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. ولقد دفعه هذا الخلق إلى خدمة المسلمين، وبخاصة أهل الحاجة منهم والضعفاء. عن أبي صالح الغفاري أن عمر رضي الله عنه كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض أطراف المدينة من الليل، فيسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كي لا يسبق، فبكر ذات يوم فرصد هذا الذي يأتي، فإذا هو الصديق رضي الله عنه كان يأتي لهذه المرأة العجوز ويصلح لها شأنها، وهو يومئذ خليفة. لقد كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة، وكان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية وينصاعون لأوامرها. بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاة والبعوث إلى تلك المناطق، فأرسل دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، ولكنه عاند وأخذته العزة بالإثم. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم لهز هيبة الروم في نفوس العرب، ومن ثم تنطلق جيوش المسلمين لفتح تلك الأراضي. فأرسل عليه الصلاة والسلام في العام الثامن للهجرة جيشاً واشتبك مع نصارى العرب والروم في معركة مؤتة. وفي العام التاسع للهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم إلى الشام حتى وصل إلى تبوك، ولم يشتبك بالروم ولا بالقبائل العربية، وآثر حكام المدن الصلحة وأن يدفعوا الجزية، فعاد الجيش إلى المدينة بعدما مكثوا 20 يوما في تبوك. وفي العام الحادي عشر ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة رضي الله عنه. وكان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بيومين. مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز هذا الجيش واشتد وجعه عليه، فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرا بمنطقة الجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق. ولما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة أمر رضي الله عنه رجلا في اليوم الثالث من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ليتم بعث أسامة رضي الله عنه: ألا
لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى معسكره بالجرف. اقترح بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصديق بأن يبقي الجيش في المدينة، فقالوا له إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب كما ترى يا خليفة رسول الله قد ارتدت وانتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. وأرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر رضي الله عنه إلى الصديق يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال إن معي وجوه المسلمين وجلهم، ولا آمنوا على خليفة رسول الله وعلى حرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون والعرب الذين قد ارتدوا. ولكن أبا بكر، ولكن الصديق رضي الله عنه خالف ذلك وأصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج. ولم يسترح أسامة وهيئة أركان حربه لإصرار الخليفة على رأيه، وقد بذلوا لدى الخليفة عدة محاولات كي يقنعوه بصواب رأيهم وفكرتهم. وعندما كثر الإلحاح على الصديق رضي الله عنه، دعا عامة المهاجرين والأنصار إلى اجتماع في المجلس لمناقشة هذا الأمر العظيم. وفي هذا الاجتماع دار نقاش طويل ومتشعب، وكان أشد المعارضين لاستمرار حملة الشام الفاروق عمر رضي الله عنه، مبديا تخوفه الشديد على الخليفة وحرم رسول الله وكل المدينة وأهلها من أن تقع في قبضة الأعراب المرتدين المشركين. وعندما أكثر وجوه الصحابة بهذا الصدد على الخليفة وخوفوه بما قد ستتعرض له المدينة من أخطار جسام إن هو أصر على تحريك جيش أسامة لغزو الروم، أمر رضي الله عنه بفض الاجتماع الأول بعد أن سمع لرأيهم واستوضح منهم إن كان لأحدهم ما يقول، وذلك حتى يعطي إخوانه وأهل الرأي كامل الفرصة لبيان رأيهم. ثم دعاهم إلى اجتماع عام آخر في المسجد، وفي هذا الاجتماع طلب من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء مشروع وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبلغهم أنه سينفذ هذا المشروع حتى لو تسبب تنفيذه في احتلال المدينة من قبل الأعراب المرتدين. فقد وقف خطيبا رضي الله عنه وخاطب الصحابة قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. نعم لقد كان الصديق رضي الله عنه مصيبا فيما عزم عليه من بعث أسامة، مخالفا بذلك رأي جميع المسلمين، لأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثبتت الأيام والأحداث سلامة رأيه رضي الله عنه وصواب قراره الذي اعتزم تنفيذه. طلبت الأنصار رجلا أقدم سنا من أسامة يتولى أمر هذا الجيش، وأرسلوا عمر رضي الله عنه ليتحدث مع الصديق في ذلك، فقال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر رضي الله عنه، وثب وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ قال: أمضوا، ثكلتكم أمهاتكم، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الصديق رضي الله عنه حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن؟ فقال: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فأذن له.
ثم توجه الصديق إلى الجيش فقال: أيها الناس، قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرة إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله. وأوصى صديق أسامة رضي الله عنهما أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم آت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. فمضى أسامة رضي الله عنه، مضى بجيشه وانتهى إلى ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل، فسلم وغنم، وكان مسيره ذهابا ورجوعا 40 يوما. وقدم بنعي رسول الله على هرقل، وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبر واحد، فقالت الروم: ما بال هؤلاء، يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا. وقالت العرب: لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. سبحان الله، سبحان الله، ما أشد التحول وأخطره، وما أسرعه كذلك. سبحان الذي يقلب الأحوال كيفما يشاء. تأتي وفود العرب مذعنة منقادة مطيعة وبهذه الكثرة، حتى سمي العام التاسع بعام الوفود، ثم تنقلب الأحوال، فيخشى من أن تأتي القبائل العربية للإغارة على المدينة عاصمة الإسلام، بل قد جاءت الإغارة للقضاء على حسب زعمها الباطل على الإسلام والمسلمين. ولا غرابة في هذا، ولا غرابة في هذا أبدا، فإن من سننه جل وتعالى الثابتة في الأمم أن أيامها لا تبقى ثابتة على حال، بل تتغير وتتبدل. وقد أخبر بذلك الذي يقلب الأيام ويصرفها عز وجل بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. من الدروس المستفادة من بعث جيش أسامة أن الشدائد والمصائب مهما عظمت وكبرت لا تشغل أهل الإيمان، لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. إن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشغل الصديق عن أمر الدين، وأمر ببعث جيش أسامة في ظروف حالكة مظلمة بالنسبة للمسلمين. إن الاهتمام بأمر الدين مقدم على كل شيء. وفي إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه جيش أسامة درس في أن مسيرة الدعوة لم ولن تتوقف على شخص بعينه، حتى لو كان هذا الشخص هو سيد الخلق وإمام الأنبياء وقائد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا مما نستفيد من هذه القصة أنه قد يحدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض الأمور، فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش أسامة في تلك الظروف الصعبة، وقد تعددت الأقوال حول إمارته، ولم يجرهم ذلك الخلاف إلى التباغض أو التشاجر أو التدابر أو التقاطع أو التقاتل، ولم يصر أحد على رأي بعد وضوح فساده وبطلانه. وعندما رد الصديق الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببعث جيش أسامة، وبين رضي الله عنه أنه ما كان ليفرط فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مهما تغيرت الأحوال وتبدلت، استجاب بقية الصحابة الكرام لحكم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضحه لهم من الصديق رضي الله عنه. كما أنه لا عبرة لرأي الأغلبية،
لا عبرة لرأي الأغلبية إذا كان مخالفا للنص، فقد رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة وقالوا للصديق إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تصنع بتفريق الناس شيئا، فأولئك الناس لم يكونوا كعامة الناس، بل كانوا من الصحابة الذين هم خير البشر وخير من وجد على الأرض في ذلك الزمان بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن الصديق رضي الله عنه لم يستجب لهم مبينا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأكرم وأوجب ومقدم على كل أمر وألزم من رأيهم جميعا. ولا يفوتنا أيضا، وهذا من الدروس، منزلة الشباب العظيمة في خدمة الإسلام، فقد عين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أميرا على ذلك الجيش المعد لقتال الروم، تلك القوة العظيمة في زعم الناس في ذلك الوقت، وكان عمره آنذاك 20 سنة أو 18 سنة، وأقره الصديق رضي الله عنه على منصبه ذلك رغم انتقاد الناس واعتراضهم، وعاد الأمير الشاب بفضل الله تعالى من مهمته التي أسندت إليه غانما ظافرا. وفي هذا توجيه للشباب في معرفة مكانتهم في خدمة هذا الدين. ولو نعيد النظر في تاريخ الدعوة الإسلامية في المرحلتين المكية والمدنية لوجدنا شواهد كثيرة تدل على ما قام به شباب الإسلام في خدمة القرآن والسنة وإدارة أمور الدولة والمشاركة في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعز. عاد جيش أسامة ظافرا غانما بعدما أرهب الروم، حتى قال لهم هرقل وهو بحمص بعدما جمع بطارقته: هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوا مني، قد صارت العرب تأتي مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. وأصاب القبائل العربية في الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة الإسلامية. وعندما بلغ جيش أسامة الظافر إلى المدينة تلقاه الصديق رضي الله عنه، وكان قد خرج في جماعة من كبار المهاجرين والأنصار للقاء هذا الجيش العظيم، وكلهم خرج وتهلل واستبشر وتلقاه أهل المدينة بالإعجاب والسرور والتقدير. ودخل أسامة دخل المدينة، وأول ما قصد المسجد وصلى لله جل وتعالى شكرا على ما أنعم الله جل وتعالى به عليه وعلى المسلمين، وكان لهذه الغزوة أثر في حياة المسلمين وفي حياة العرب الذين فكروا في الثورة عليهم، وفي حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم. فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده. لقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده، فأحجم من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح. حقا حقا لقد كان إرسال هذا الجيش نعمة على المسلمين، إذ أمست جبهة الردة في الشمال أضعف الجبهات، ولعل من آثار هذا أن هذه الجبهة في وقت الفتوحات كان كسرها أهون على المسلمين من كسر جبهة العدو في العراق وفي غيرها. كل ذلك يؤكد أن الصديق رضي الله عنه كان في الأزمات من بين جميع الباحثين عن الحل أثقبهم نظرا وأعمقهم فهما رضي الله عنه وأرضاه. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.